تهم واقع المواطن العراقي، ومن ضمنها واليوم يعني خاطبنا مجلس الوزراء بأن يكون التصويت أو الموافقة على طبعا الأمر الديواني 107 اللي يضم طبعا كافة شرائح الجيش العراقي. لو أن هذا القرار تمت المصادقة عليه لا أنصف الكثير من شرائح الجيش السابق وحتى الحالي ضمن هذا القرار. فنتمنى من مجلس الوزراء المصادقة على هذا القرار. طبعا أنا اتصلت بالرئيس مدير شؤون المحاربين السيد إبراهيم وتحدثنا في هذا الأمر، وهو بدوره أيضا اتصل برئيس رئيس أركان الجيش السيد عبد الأمير يار الله، وأيضا اتصلت أنا بالسيد رئيس أركان الجيش وتناولنا هذا الموضوع، وهو أخذ على عاتقه بأن إن شاء الله راح يكون جدية تامة في متابعة هذا الأمر، ونتمنى من مجلس الوزراء طبعا مجلس وزرائنا الموقر أن تتم المصادقة على الأمر الديواني 107 اللي يعني راح بالمصادقة عليه يتم انصاف كثير من الشرائح من الجيش العراقي السابق اللي طبعا أغلبيتهم عوائل ودائما يناجدون الحكومة بانصافهم بهذا القرار. هذا القرار تم تعطيله، طبعا الأمر الديواني تم تعطيله في 2019، فصار أكثر من سنة هو في مجلس الوزراء ننتظر المصادقة عليه، وإن شاء الله أمنا كبير جدا بالمصادقة عليه في الأيام القادمة وإدخال الفرح والسرور على قلوب العراقيين الذين تحت مظلة هذا القرار، وبالتالي إنصاف جميع هذه الشرائح التي ظلمت تلك السنوات.